يمكن تأهلنا للمباراة النهائية، الهدف المطلوب اتحقق بمجموعة لمباراتين، لكن بشكل عام بتشوف أداء المباراة ازاي، الجو، الجمهور، الحماس الكبير جدا اللي كان في ملعب 8 مايو، وكيف ترى تأهلنا للمباراة النهائية؟ مباراة صعبة طبعا، وانت قلت أهم حاجة اللي انت تحقق الهدف اللي انت تتأهل، والحمد لله ده حققناه. يمكن نتيجة الماتش الأولاني كانت مهمة جدا بالنسبة لنا، ويمكن كان مستر كارتون اتكلم في حتة ان احنا فعلا كان عندنا امل، او كنا مهم جدا ان احنا كنا نسجل اهداف في الماتشات اللي عندنا. الماتش هنا صعب، حضرتك شفت الاجواء عامله ازاي، جماهير عامله ازاي، ماتش كان عليه ضغوط كبيره جدا، لكن الحمد لله شخصيه لعيبه الاهلي وتصميمهم ان هم عاوزين يحققوا البطوله، الحمد لله ربنا كرمنا. توليفة المميزة من الجهاز الفني للشباب مع الخبرة مع الأمور دي، يمكن الجانب النفسي كمان بتشتغلوا عليه وبنأكد عليه بشكل كبير يا كابتن سامي، شايف إن الجانب النفسي والتعامل معاه بشكل كبير ده اللي أهلنا إن إحنا نطلع من المباراة دي بغض النظر عن الأجواء والظروف والغيابات اللي كانت الفترة اللي فاتت والإصابات، شايف إن التعامل مع الجانب النفسي ليه تأثير كبير في المباراة دي؟ لا، كل الجوانب، يعني أنت مش ما أنت ممكن تركز على الجانب النفسي بس ما تركزش على الفني، لكن أنت الجهاز بيحاول ياخد بكل الأسباب المتاحة سواء فنية، خططية، ذهنية، نفسية، كل الأمور ديت يعني. ويمكن الحمد لله الراجل مميز جدا في الامور دي، بيقدر يتعامل كويس مع اللعيبه، يقدر يحفزهم كويس، يقدر يتعامل معاهم نفسيا كويس، بيعامل اللعيبه الكبيره كويسه جدا، بيدي دوافع لهم كبيره. ويمكن الحمد لله الكابتن محمد يوسف برضو بيكملهم. انت بتتكلم في اتنين واخدين بطوله افريقيا، يعني حاجه كبيره جدا يعني، وانا يعني اعتقد ان الجهاز يعني الحمد لله في 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 الحمد لله، وده نجاح يعني انا برجع له، مدير فني هو اللي بيقدر يعمل الحاله ديت يعني. فالحمد لله احنا نتمنى ان شاء الله ان احنا نرضي جمهور النادي الاهلي، ده مهم جدا، نحقق بطوله غاليه لينا ومجلس اداره وجماهيرنا، احنا بنسعى لكده وبنجتهد، وان شاء الله انا واثق ان شاء الله ربنا هيكمل لنا خير في الفتره اللي جايه ان شاء الله والمرحله اللي جايه. ذكر الجمهور عدد قليل قوي كان متواجد، لكن كان ليهم تاثير ونادوا على اللعيبه وحمسوهم، وانتم حاسين يا كابتن سامي طبعا بالموضوع ده. جمهور النادي الاهلي حتى لو مش موجود في الملعب اللعيبه بتحس بيه واحنا بنحس بيه، انت عارف بتكلم في اكبر جماهيريه، مش هقول لك يعني في الوطن العربي بس، في افريقيا ممكن في العالم يعني، بتكلم في حوالي 70 مليون ولا 80، حاجه يعني عدد ضخم جدا يعني. فانت انت شايل المسؤوليه كده، اللعيبه حاسه بكده وجاهزه حسب كده، وممكن احنا بنسعى على طول لكده يعني، ان احنا يعني منظومه النادي الاهلي معموله كلها عشان ارضاء جمهور النادي الاهلي، ودي نقطه مهمه جدا احنا عارفينها وبنقدرها جدا، والراجل بيقدرها جدا. اتمنى ان شاء الله ان احنا نرضيهم، واحنا بنعودهم ان شاء الله ان احنا هنقاتل لحد اخر نفس لينا ان شاء الله ان نحقق البطوله دي، ومش البطوله دي بس ان شاء الله، البطولات اللي بنشارك فيها كلنا ان شاء الله. اخيرا يا كابتن سامي، رسالتك لكل لعيبه النادي الاهلي، انا قلت مع كابتن يوسف لسه ما عملناش حاجه ولسه ما حققناش حاجه، لسه ان شاء الله عندنا خطوه مهمه جدا وهي مباراه الترجي ان شاء الله، ممكن كابتن سامي المدرب فريق النادي الاهلي يقول ايه لكل اللعيبه؟ بقول لهم احنا لسه زي ما انت بتقول ما حققناش حاجه، النادي الاهلي دايما بتحسب له بطولات، ما تحسبش اللي هو مركز تاني او تالت، احنا النادي الاهلي ما بيعرفش كده. ويمكن لو انت قلت لك النادي الاهلي حقق كم مره مركز تاني او تالت مش هتبقى مهتم، فاحنا بنقول لهم ناقص خطوه كبيره واحنا بنسعى لكده، عندنا دور مهم جدا. الماتش الاولاني ادينا شفنا اهميته قد ايه، اللي هو مهم جدا ان انت تقدر تخلص فيه على قد ما تقدر كل الفرص المتاحه ليك. لكن هم انا يعني الحمد لله اللي مطمنا ان احنا عندنا لعيبه الحمد لله بتحمل مسؤوليه كويسه، سواء اللعيبه الكبيره واللعيبه الصغيره عندهم طموح ان هم يحققوا البطوله دي، ان في يعني ممكن اربع خمس لعيبه اللي حققوا البطوله بس، لكن اللعيبه الثانيه عاوزه تحس بطعم البطوله ديت، وان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله انا ان شاء الله عندي ثقه كبيره في ربنا ان شاء الله ربنا هيكملها لنا على خير ويفرح جمهور النادي الاهلي. شكرا 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 كل الشكر والتقدير للكابتن سامي مصان مدرب فريق النادي الاهلي. زي ما انت شايف يا كابتن سيد، اجواء حماسيه واجواء رائعه واجواء فرحه، طبعا فرحه محدوده كعاده فريق النادي الاهلي، بنفرح للحظات وسعادته بسيطه جدا، وبنبدا في الخطوه الثانيه، لسه المشوار طويل، المباراه القادمه ان شاء الله مجموعه المباراتين باذن الله يحقق لينا النتيجه الايجابيه بحصولنا على البطوله الافريقيه. بنبارك من جديد يا كابتن سيد، واكيد كالعاده مستمرين معاكم ولقاءات خاصه من فندق الاقامه عقب الوصول لفريق النادي الاهلي بعد التاهل للمباراه النهائيه. عوده ليك يا كابتن سيد عبد الحفيظ وكل نجوم الاستوديو التحليلي.